عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في البداية الله يسعد مساكم الجميع. مساك. والحمد لله على سلامة الإخوان. والحقيقة أن الليلة طرحتين، طرحة سلامة إخواننا الله يتمم لهم إن شاء الله الصحة والعافية، وفرحة شوفتنا الهلوجية الغامة. الحقيقة أن أصحاب الدعوة يشكرون، يعني كسبوا أجر، حتى في بعض الزملاء يمكن فترات طويلة ما شفناهم، شفناهم الليلة وجعلها ساعة مبروكة. الحقيقة أنا يمكن بعض الأخوان عارفين أنا شاعر محاورة، شاعر النظم يعني، لكن بما أنها جلسة زي هذه جلسة لا والله ما طلع عليكم شيء. ولو أني داري أن المناسبة يعني بوقت سابق كان المناسبة تستحق قصيدة خاصة بها. قبل كل شيء الوطن له حق علينا، ورموز الوطن لهم حق علينا. أنا عندي قصيدة أعتز بها كثيرا، لقيتها أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أثناء زيارته لقاعة الملك فيصل الجوية عندما كان وزير للدفاع. يقول: تجمل يا قصيدي والجمالة بالقصيدة أحلاه، وأنا ندر علي غير ولع نار كالحية، العين اللي قصايدنا تسابق طامع أهل رضاه، تكلم عن مزاياها القصيدة بكل حرية، مجرد بيت في سلمان يصنع للقصيدة جاه، يجملها وتصبح من عيون الشعر منقية، هلابه عد نو صب فوق أرض الجزيرة ماه، تراحيب يترجمها الشعور بكل عفوية، قبل ما تنطق الألسن تقول قلوبنا حياه، تشرفنا بجية سيدي حيها الجية، هذا سلمان سلمان السعد والخير بمحياه، على النوماس حطم كل الأرقام القياسية، هذا اللي كل ما جار الكرم طاري يجي طرياه، لو الطائي طلع بالوقت هذا ما طلع زيه. اعذروني ترى القصيدة لها 6 سنوات فالحفظ يعني. هذا سلمان السعد والخير بمحياه، على النوماس حطم كل الأرقام القياسية، هذا اللي كل ما جاء للكرم طاري يجي طرياه، لو الطائي طلع بالوقت هذا ما طلع زيه. عسى الله يرحم اللي بالعلوم الغانمه رباه، ابو تركي مؤسس دوله المجد الحضاريه، ما ننسى فعل ابو تركي، وهل يوجد احد ينساه؟ هذاك معزي اللي وحد اقطار السعوديه، قتل ظلم الجهل عنا ونور الصالحين احياه، وبعد توفيق ربه صارت الدوله مثاليه، ولا زلنا نعيش بخير هاللي رجلنا سواه، نعيش بامن واستقرار وافراح ورفاهيه، وبظل ملوكنا بيت الشرف باق على مبناه تحت راية زعيم نظرته نظرة شمولية، ملكنا العادل المؤمن وربي بالقبول أعطاه، تجلى حكمته في وقت الأزمات السياسية، ملكنا فلسفة حكمه نظام وعدل ومساواه، بعيدا عن نظام العولمة الرأسمالية، ملكنا فلسفة حكمه نظام وعدل ومساواه، بعيدا عن نظام العولمة الرأسمالية. يا كم واحد على الشاشة كشفنا معدنه وقصاه، كشفنا صورته لو كانت الصورة ضبابية، اللي منا عرفنا اللي بها العلة، نجيب إدواه من بدري بلا وصفات طبية، علمنا يرتفع شامخ وكل أعمارنا تفداه، تساقط روسنا دونه وتبقى الدار محمية، وحنا اليوم فرحتنا سحاب ساق من منشاه، أماليله الداعب هالنسانيس الشمالية، وجودك يا سمو المجد يعطي للوفا معناه، وجودك يا سمو المجد يعطي للوفا معناه، يعبر عن مدى روح التلاحم والحميمية. هذا سلمان السعد والعز بمحياه، على النوماس حطم كل الأرقام القياسية، ما أقول أنه تميز بالكرم والمعرفة والجاه، أقول أن العذارة صعب تنجب واحد زيه. سلامتك.